خلينا نروح لفاروق صلاح مرة تانية. فاروق يا رب تكون سامعني وتقول لي الأجواء وتطمني على حالة عمر كمال عبد الواحد، طاهر طاهر، وأيضا رامي ربيعة. اتفضل يا فاروق. من جديد ده بجد تحيه بيك يا كابتن شوبير، وارحب طبعا بالكابتن محسن صالح والكابتن خالد بيبو وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك، خطوه مهمه في مشوار البطوله، بتنهي النهارده الفوز على سيراميكا وتنهي دي المحطه بالفوز والانتصار والمواجهه ان شاء الله المنتظره ما بين الاهلي والزمالك في المباراه النهائيه. السوبر يا اهلي ده كان اخر هتاف بيسمعه لاعبي النادي الاهلي مع اطلاق الكابتن احمد الغندور لصافره نهايه احداث اللقاء. عايز اقول لك ان في كتير من المشاهد يعني لمسناها من اللاعبين من الجهاز الفني، المستر مارسيل كولر والمترجم الكابتن رضا توجه للاحتضان مصطفى شوبير وقف معاه في جلسه بعد نهايه المباراه. سعد سمير ايضا توجه لمصطفى شوبير وهناه على ادائه وعلى مستواه في هذه المباراه. عايز اقول لك ايضا قفشه كل اللاعبين، رامي ربيعه، طاهر محمد طاهر اللي طبعا حصل على جائزه رجل المباراه، تلقى التحيه من كل من في الملعب. التركيز اللي فرضه خلاص الكابتن محمد رمضان على اللاعبين، يعني اغلاق اعلامي تام على البعثه الاهلي بالكامل، مفيش اي احاديث تلفزيونيه، مفيش اي احاديث صحفيه، الحديث كله فقط على المباراه القادمه والتحضير ليها. طبعا يا كابتن شوبير حضرتك سالت عن الاصابات، عايز اطمنك بالنسبه لرامي ربيعه، بالنسبه لطاهر محمد طاهر، وسام ابو علي، اكرم توفيق، كل هذه الاصابات هي فقط اجهادات عضليه، يعني طمنا الدكتور احمد جاب الله ان شاء الله يتعمل لهم الاستشفاء للاعبين، ان شاء الله يكونوا موجودين غدا في تدريب الفريق، ان شاء الله يبقى في استشفاء للمجموعه اللي شاركت في هذه المباراه. يعني بعد انتهاء المباراه في اللعيبه اللي شاركت على اجزاء من المباراه، لا انا برضو يعني في عمر جانب بدني او جانب تدريبي مع تيتسيان اندوي. عمر ايضا يا كابتن اجهاد عضلي، اكد لنا الدكتور احمد جاب الله ان عمر كمال اجهاد عضلي، ان شاء الله هيكون موجود ايضا غدا في الريكفري في الاستشفاء. كافه الاصابات الدكتور احمد جاب الله قال لي لا، يعني كلها اجهادات عضليه، طبعا باستثناء اللي احنا وضحناهم قبل المباراه لاشرف داري اللي هو الام في الكاحل، خالد عبد الفتاح اللي شعر طبعا شد في العضله الخلفيه. تقدر تقول يعني هو بنسبه كبيره كابتن شوبير خالد عبد الفتاح اللي هيبقى خارج التحضير لمباراه الزمالك. هل اشرف داري ممكن يلحق الماتش اللي جاي؟ يبقى صعب جدا يلحق بالمباراه. بالظبط يا كابتن، بالظبط اشرف داري ان شاء الله يكون موجود في التدريب غدا باذن الله، باذن الله يلحق المباراه. الدكتور يعني سالت الدكتور احمد جاب الله على هذا الامر، قال لي ان شاء الله في تجهيزات هتتم ان شاء الله لاشرف داري ان يكون في المباراه القادمه. كافه الاصابات اللي احنا شفناها فقط اصابات عضليه، هيبقى الاستشفاء زي ما قلنا، ان شاء الله الفريق يكون جاهز لمواجهه فريق الزمالك. تركيز شديد جدا من جانب اللاعبين، خلاص اللعيبه هي طالعه، الكابتن محمد رمضان، كل القنوات التلفزيونيه بتروح على لعيبه النادي الاهلي، كلمه الكابتن رمضان مانع اي حديث، كلمه نعم. اللاعبين كل اللاعبين. طب خلينا اسالك عن ردود فعل الجماهير يا فاروق النهارده بعد هذا الفوز الصعب والدقائق الاخيره اللي ضغطنا فيها، بخصوص حتى الكرات الثابته اللي شكلت خطوره على مرمى النادي الاهلي. يعني تقدر تقول يا كابتن شوبير في استطلاعنا لبعض اراء الجمهور يعني بعد نهايه المباراه او الاجواء بصفه عامه في الاستاد، الجميع بيتكلم على الحاله البدنيه بالنسبه يعني شويه لعيبه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي واضع عليه التاثر البدني، اللعيبه اللي كانت طبعا في فتره المنتخبات الوطنيه او فتره التوقف الدولي، ايضا يعني وسام ابو علي لما كان موجود ايضا في مع منتخب فلسطين. عايز اقول لك ان الكلام او الحديث كله عن المجهود البدني، يعني مش مستنيين نشوف الاهلي بالمردود البدني في هذه الفتره. هل فتره الراحه اللي حصل عليها الفريق هل كان ليها تاثير؟ اعتقد دي الامور دي كلها مستر مارسيل كولر يبدا يحضر بقى للمباراه القادمه اللي هي مباراه بطوله. خلاص يا كابتن شوبير، يعني احنا من البدايه لما اتكلمنا مع حضرتك قلنا نتجاوز عقبه مباراه سيراميكا، ولكن بعد مباراه سيراميكا الكل حدث حديث، اذا الحديث عن مباراه الزمالك. مستر مارسيل كولر يعني قبل التوجه طبعا لل اتوبيس او حافله النادي الاهلي
اتكلم مع ياسين المكاري بالمباراه الاخيره طبعا اللي لعبها فريق الزمالك امام بيراميدز بكل تفاصيلها تكون موجوده عند مستر مارسيل كولر. اليوم طبعا هيبدا من النهارده تحضير لهذه المواجهه. الجمهور يعني واحنا طالعين او خارجين من باب الاستاد قال لك ان التذاكر خلاص يعني الجمهور الاهلي بالكامل هيكون موجود طبعا في استاد محمد. هل في حد من الجهاز الفني يتابع مباراه الزمالك وبيراميدز في ارض الملعب يا فاروق؟ لا ما يعني ما فيش حد يا كابتن شوبير تطرقنا لهذا الامر ان حد يتابع المباراه من الملعب لان الفريق كله بالجهاز بكل فرد. مستر مارسيل كولر كان فرض عليهم ما فيش اي حديث عن مباراه الزمالك وبيراميدز خالص. احنا عندنا مباراه صعبه جدا هي مباراه سيراميكا يعني وده اللي حضرتك اكدت عليه بالامس واكدنا عليه النهارده انها مباراه صعبه جدا هتحسم على تفاصيل بسيطه. طبعا موضوع الكرات الثابته فيه اللي شكلت خطوره كبيره جدا على النادي الاهلي في هذه المباراه اعتقد هي من النقاط اللي الجميع يعني الجميع اتكلم في هذا الامر في الكرات الثابته المجهود البدني اللي واضح تاثر النادي شويه بالمجهود البدني لكن يعني الجمهور بيوجه رساله زي ما قلنا السوبر يا اهلي الجمهور كله يعني زي ما قلت لحضرتك ال 48,000 متفرج ساعه استاد محمد بن زايد جمهور النادي الاهلي هيظهر بالصوره الكامله بالساعه الرسميه لجماهير النادي الاهلي. خلاص في تحضيرات بتتم بقى من دلوقتي للمباراه القادمه من جانب الجمهور الى جانب طبعا الشغل الفني للنادي الاهلي ومستر مارسيل كولر. يعني في الوقت اللي انا بكلم فيه حضرتك دلوقتي يا كابتن شوبير حافله النادي الاهلي خلاص بتتجه للعوده الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي اللي طبعا بيبعد عن من الاستاد ب 25 دقيقه. اللحظات السعيده يعني يا كابتن شوبير انا اعتقد ان حضرتك بتبقى اسعد واحد في هذا الامر تشجيع او الحماس لما يبقى لمصطفى شوبير من الجمهور بتبقى امور مهمه جدا اللعيبه بتعتقد بتبقى رساله مهمه جدا يعني زي ما قلنا وحضرتك سالت امبارح مرمى وحراسه المرمى الاهلي في امان الكابتن محمد الشناوي الكابتن مصطفى شوبير الكابتن حمزه علاء الكابتن مصطفى مخلوف اعتقد النهارده المردود كان مميز جدا اللي شفناه في المباراه من بعض التعليقات اللي يعني اللي مستمن الجهاز الفني لفريق سيراميكا يعني مصطفى شوبير انت مصطفى يعني شوبير يعني ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وعمر كمال وعطيه الله وكل اللعيبه الحقيقه بالظبط يا كابتن بلاء حسنا وكل لعيبه من نص الملعب والهجوم طالما فايزين حتى لو في حد مش موفق شويه لكن بنشيد بيهم وبنشكرهم لانه ال 11 عباره عن لاعب واحد والخمسه اللي نزلوا كمان نفس الامر. بشكرك يا فاروق شكرا جزيلا مجهود كبير وبشكرك.